دابا الولاد دابا ولد مسؤوليه دابا. تبغي ولدك يكون بوكسور اللي مازال ما سميتيش الولد؟ تبغي يكون بوكسور يدير بوكس؟ ولا عجبو قد على راه يدير نعاونو. كيفاش حسيتي فاش شفتي ولدك المره الاولى؟ فاش هزيتي فيديو؟ ما قدرتش نهزو ما قدرتيش؟ لا صغيره صاحبي ما تخاف خفتي تفلع شو عتول شي حاجه صافي خلي ورا انا غنسلم عليه ما حطو اللي بعيد تنوقعت لي صافي. ولكن النهار الثاني هزيت صافا جلس حطها شو ديال الوالده صافي بقيت شاد بقيت ولكن مابقاش بقات عقوا لي قالت لك اولي اولي شفت ولدك انت شنو انت ما قلت ولكن رقيتها قلت له ولدي هزي صافي. عمرو قال لكم هذه القضيه بس صعيبه صعيبه انا وقعت كتخاف كتخاف تقدر توعتو مش عارف شنو كان اللهم اللهم شوف كتقول لي خويا انا باك ولكن احترام احترام تسع خلي بينا اوكي غادي نهضروا من بعد نديروا شي حوايج زوين دابا خليك ترونكيل بخير كتكون كتخاف في هذاك الخوف.